في كل عيد أضحى ينتظرونك، يرقبون قدومك، أيتام ومحتاجون، معوزون ومتعففون، فاجعل من أضحية العيد للمحتاج نصيبا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. لله عباد اختصهم بقضاء حوائج الناس، ولما كانت وزارة الأوقاف معنية بأعمال البر جاءت البداية لمشروع لحوم صكوك الأضاحي عام 2016 في عهد السيد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرية، والذي قام بسن تلك السنة الحسنة صك الأضحية ليكون بمثابة توكيل من قبل شخص مقتدر إلى وزارة الأوقاف لإيصال أضحيته إلى من بحق يستحق، حيث قال عنها خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أكدنا على أمرين: الجانب الأول أن تصل اللحوم إلى المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، فهي أمانة في أيدي الموزعين بعد أن خرجت من ذمة المتبرعين. الأمر الثاني والأهم احترام آدمية الإنسان وإعطائه بإكرام. شكر النعمة للمعطي أن يعطي أفضل ما عنده. فكرة خير تعاون في تحويلها لواقع رجال دين يبتغون بعملهم وجه الله تعالى من خلال توزيع اللحوم على المستهدفين من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بعد تبرع ميسور الحال الذين لا يعرفون في محيطهم من يستحقون جديا لحوم أضحيتهم، فتوجهوا إلى مديريات الأوقاف كلا في محافظته لتسليمهم تبرعات صكوك الأضاحي، ويتسلم المتبرع إيصالا رسميا دون أي مصروفات إدارية. تقوم من خلاله وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التموين في شراء رؤوس الماشية وذبحها في الوقت الشرعي بأيام التشريق. هدفنا أنها توصل بهذا المستوى، مجمدة ليس فيها نقطة دم، يأخذها الإنسان المستحق كما يحب الإنسان الغني أن يأخذ أفضل شيء لنفسه، لأن الإسلام علمنا ذلك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولم تكتفي وزارة الأوقاف بشراء الأضاحي من وزارة التموين، فأسرعت بطلب بيانات الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية من وزارة التضامن، بالإضافة إلى أئمة مساجد الأوقاف الذين على دراية بكل من هو محتاج في دائرته، لتصبح وبحق منظومة متناغمة شديدة الإحكام تنمو وتزدهر عاماً بعد عام. المشروع كويس، ها، بس لو استمر كده على طول عشان في غلابه كتيره. ربي بقى كده على طول كده ان شاء الله الناس الغلابه. كل سنه بيعملوا زي كده كل سنه، وخيرهم مغرقنا والله مغرقنا خيرهم الحمد لله. زي العدسه الحلوه مليحه زلوه. متشكرين قوي، وكل سنه وانتم طيبين، يجعلها عيد سعيد على الكل يا رب، ويكفكوا شر المرض يا رب. ربما كانت تلك الدعوات سبباً بعد توفيق الله وثقة أهل الخير في منظومة وزارة الأوقاف وزيادة حجم التبرعات من عام عن الذي يليه. تدلوا وتشكروا، ده حقك علينا، ده حقك علينا، ده خدوا احنا مقصرين، ده حق الناس. دول أظن شيخ زكريا 14، دول 14 تمام، قابل إن شاء الله للزيادة إن شاء الله. وهو ما حدث بالفعل، ففي عام بداية المنظومة عام 1437 هجرية 2016 من الميلاد
بدأت وزارة الأوقاف مشروع صكوك الأضاحي بجمع مبلغ 30 مليون جنيه ترجمت إلى 250 طن لحوم وزعت بالكامل على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين بكافة محافظات الجمهورية دون ما جرح كرامة محتاج أو كسر كبرياء عفيف. مجهود وأمانة نتاجهما ولا ريب. زيادة الإقبال على شراء صكوك أضاحي الأوقاف المصرية، ففي عام 1438 هجرية 2017 من الميلاد حققت الأوقاف مبلغ 48 مليون جنيه، وازدادت كميات اللحوم إلى 320 طن وزعت أيضا على كافة الأسر المستحقة. أنا طبعا أرملة وظروفي مش مساعدني أنا أشتري لحمة بصراحة، وما جبتش، بس الحمد لله هم ادوني. كتر خيركم وتشكروا على كل حاجة عملتوه، وعقبال كل سنة. نشكر وزير الأوقاف على كل حاجة وكل الناس الحلوة اللي قدمت لنا الخير للأيتام النهارده. عن جدارة، الأوقاف تحقق زيادة ملموسة عن العام ما قبله بقيمة بيع صكوك بلغت 65 مليون جنيه، فتم توزيع 678 طن من اللحوم. ثلاث سنوات فقط استطاعت خلالهم وزارة الأوقاف تحقيق اتزان المعادلة وإسعاد قلوب ملايين من المحتاجين للحوم كل عيد أضحى بمختلف عموم القطر المصرية، من أسوان جنوبا إلى الإسكندرية ومطروح شمالا، ومن الوادي الجديد غربا إلى سيناء شرقا، وذلك وفقا للمناطق الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية. بنشكر كل من أولونا ثقتهم من المتبرعين، بنشكر أيضا كل القائمين عليها من قيادات ورجال وأئمة ومفتشي الأوقاف، وكل من شاركونا من وزارة التضامن ومن وزارة التموين، أيضا كل من دعمنا من وسائل الإعلام، لأن في النهاية ده عمل تضامني تكافلي، الأهم زي ما قلت أن يقع في يدي المستحق الحقيقي. وهكذا دوما فكرة الخير الصادقة ما لا غاية لها إلا مرضاة الله وصالح عباده، تنمو كشجرة مباركة خصبة أرضها تظلل أوراقها شرق البلاد وغربها، كمشروع لحوم صكوك الأضاحي الذي تستكمل به الأوقاف المصرية دورها المجتمعي تصديقا لقوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العظيم.